أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نشرع إن شاء الله في دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام من القرآن الكريم. عليكم السلام. المصنف في مقدمة هذا البحث، شكرا، يبحث نعم عدة أمور. الأمر الأول، ضرورة البحث عن آيات الأحكام. ثانيا، أبواب مهملة يعني أهملها المفسرون. ثالثا، عدد آيات الأحكام، إيش قد عددها. رابعا، رجحان إهمال ذكر بعض الآيات. يقول من الأفضل أنه ما نذكر بعض الآيات القرآنية اللي ادعي أنها آيات الأحكام. ثالثا، طريقة البحث. رابعا، هل يجوز تفسير القرآن أو لا يجوز. زين. والنقطة الأخرى، الباحثون عن آيات الأحكام من هم؟ كم مفسر عندنا يبحث عن آيات الأحكام؟ والنقطة الأخيرة، منهجية البحث. نأتي للنقطة الأولى، هذا كله مدخل، هذا خلاه مدخل للبحث، ضرورة البحث عن آيات الأحكام. يقول يسأل سؤال المصنف، البحث عن آيات الأحكام، الآيات اللي تحمل أحكام شرعية، من تستمد ضرورته؟ أنت مو تقول فشيء ضروري، هاي الضرورة من يستمدها، من جايبها؟ يقول جاء بها من أمرين. الأمر الأول هو بحث في كتاب الله تعالى وفي تفسير كلام الله تعالى. طبعا وهذا شيء ضروري الطالب أن يطلع عليه. طالب خو مو يطلع على الروايات ويطلع عليه من على حديث ويطلع على المطالب الرجالية والفقهية ويهمل كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا مشكل جدا. ثانيا، الضرورة الثانية هو بحث عن استنباط الأحكام الشرعية، صحيح؟ لأن المجتهد إذا عرضت عليه حادثة معينة، مثلا حادثة شرب الدخان، حلال أو حرام، زين، مكروه أم محرم أم أنه أمر مباح، فايش يسوي؟ وين يجي يبحث؟ أول مدرك يبحث به هو شنو؟ الكتاب الكريم. يجي يبحث بالآيات القرآنية، هل توجد آية قرآنية تحرم علينا شرب الدخان أو لا يوجد؟ واضح؟ هاي اللي أطلقنا عليها شنو؟ المدارك التفصيلية. فأول نقطة يبحث بها المجتهد والفقيه هي كلام الله سبحانه وتعالى، فإن لم يجد وين ينتقل؟ إلى السنة، اللي هي شنو؟ عبارة عن شنو؟ السنة عبارة عن شنو؟ السنة عبارة عن أحاديث المعصوم وبعد أفعال المعصوم وتقرير المعصوم بالأحاديث. فالبحث بالآيات القرآنية مقدم عن البحث عن من؟ في الروايات. فإذا هذا فشيء ضروري الطالب يطلع عليه، آيات الأحكام جدا ضروري جدا مهم. الكلام واضح أو مو واضح؟ يعني القرآن أول. أولاً. فمو يروح يبحث بالأحاديث ويترك القرآن وراء ظهره. لا، أول مدرك، أول أمر يبحث به عن دليل، المجتهد يبحث به عن دليل منه؟ ها، القرآن الكريم.
هذا الكلام واضح؟ زين، المدارك التفصيلية ايش قد هي؟ أربعة. الأدلة التفصيلية، الأول القرآن، الثاني السنة، قول المعصوم وفعله وتقريره، الثالث العقل، مدارك العقلية، الرابع الإجماع. وخلي ببالك ترى العقل، المدارك العقلية القطعية هي عبارة عن أمور كاشفة عن من؟ عن الكتاب والسنة، يعني مو مدرك للتشريع مستقل عن من؟ عن الكتاب والسنة، وإنما هي أمور كاشفة عن الكتاب، عن حقانية الكتاب. والإجماع، الإجماع أساساً موضوعه هو شنو؟ موضوع الكشف. فإذا الإجماع، إذا أجمع الفقهاء هذا الإجماع يكشف عن قول المعصوم ويكشف عن مراد المعصوم. إذا الإجماع كاشف، هو موضوع الكشف، واضح؟ فإذا بالواقع المدارك إن أربعة لو اثنين، اثنين القرآن والسنة، هذا هو. بعد خنشوف من يستمد ضرورة البحث عن آيات القرآن. ليش الطالب ضروري جدا يبحث عن من؟ يبحث عن آيات الأحكام. احنا قلنا أولا هو بحث في كلام الله ويعتبر تفسير لكلام الله، يعني درس تفسيري، درس من دروس التفسير، واضح؟ ثانيا النقطة الثانية هو شنو؟ درس استنباطي، راح يعلمنا على كيفية الاستنباط، شلون نستنبط الأحكام الشرعية حتى نكون مجتهدين ونخدم هذه الأمة الإسلامية. بعد ثالثا شو يقول الإمام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول إذا عرضت عليك رواية معينة تريد تعرف هاي الرواية صحيحة الرواية غير صحيحة، علي من تعرضها؟ على كتاب الله تعالى، اعرضها على القرآن. فإذا عرضت على القرآن الكريم عند ذلك تراها، هل تعارض القرآن الكريم أو لا تعارض؟ إذا عارضت القرآن الكريم فاعرف أن هذه الرواية شنو؟ هذه الرواية لم تصدر من المعصوم، أضرب بها عرض الجدار، هي زخرف من القول. وإذا وافقت الكتاب الكريم فأخذ بها لا إشكال. زين، شلون أنا أعرف الموافقة وشلون أعرف أنه تعارض القرآن الكريم إذا ما مطلع على الكتاب، ما مطلع على أبحاث القرآن؟ يا طالب العلم، أنت تعوف القرآن الكريم وتروح للروايات غير تعرض الرواية على كتاب الله. زين، أنت إذا ما دارس القرآن، ما مطلع على أبحاث القرآن، لأبحاث تفسيرية القرآن، شلون تعرف هاي الرواية تعارض لو توافق؟ شوف إيش قد البحث مهم، مهم جدا جدا مهم. وإحنا مو نعوف كلام الله وراء ظهورنا ومن ثم نذهب لمن؟ إلى الروايات. بعد هاي نقطة معينة يشيرها المصنف. أكو نقطة أخرى، ما هي النقطة؟ يقول المؤمنون عند شروطهم، المؤمن إذا جاء بشرط معين، إذا جاء بشرط معين فلا بد أن يفي به. المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا، شنو؟ خالف كتاب الله، يعني حلل حرام أو حرم حلال. شلون أعرف حلل أو حرم؟ إذا خالف كتاب الله، أما إذا وافق كتاب الله أخذ به. زين، هذا الشرط شلون أعرف يوافق الكتاب العزيز أو يخالف الكتاب العزيز؟ واضح؟ غير أنا مطلع على أبحاث تفسيرية، غير أنا مطلع على آيات الأحكام، غير مطلع على أبحاث القرآن الكريم. فأهم درس لطالب العلم هو أبحاث القرآن الكريم قبل الروايات،
قبل لا يدخل بالكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضر الفقيه وما شاكل ذلك. هذا هنا الكلام. بعد يجي إشكال معين يطرح المصنف. المصنف يضع نفسه في محل المستشكل، يقول أنا سمعت هذا الإشكال موجود، شو خلي نفسي في محل المستشكل وأطرح الإشكال. شنو هو الإشكال؟ أنتم هذا الدرس مالكم مو يعد درس تفسيري للآيات القرآنية؟ قلنا له نعم. قال هي دروس التفسير موجودة، ليش تخلوا لكم درس مستقل بعنوان شنو؟ دروس تمهيدية في آيات الأحكام. ليش يعني؟ فهاي دروس التفسيرية موجودة والمفسرين موجودين، نروح نخذ درس عندهم نقول لهم ها المفسر. هذا الجواب، عندما يفسر الآية القرآنية ما يباوع إلى جانب واحد وركز عليه، وإنما ينظر إلى عدة جوانب في الآية القرآنية، لأن القرآن حمال ذو أوجه. فوين راح يطلع؟ راح يباوع الجانب العقائدي، وراح يباوع الجانب الأخلاقي، عليكم السلام ورحمة الله، وراح يباوع الجانب الاجتماعي، وراح يباوع الجانب التاريخي، وراح يباوع الجانب الإعجازي، وراح يباوع الجانب الفقهي. بعد يركز على الجانب الفقهي لو ما يركز؟ ما يركز. البحث كل ما شعبت موارده كل ما أصبح التركيز على مورد واحد صعب جدا. بينما الفقيه إذا فسر آية قرآنية راح يركز على مجال اختصاصه، والتركيز على مجال الاختصاص راح يبدع به لو ما يبدع. راح يلقى نكات في مجال اختصاصه لا يستطيع المفسر أن يوجدها، مستحيل. هسه احنا نجيب آية الوضوء، إن الله يحب التوابين، اللي يقول في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. آخر شيء يقول به إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هسه احنا نسأل، نريد من المفسر يطلع لنا مورد استحباب الوضوء النفسي من هذا المقطع، ما يقدر. يقول هذا مو مجال اختصاصي. إذا تريد هاي النكتة اللي هي شنو حكم الاستحباب النفسي للوضوء، روح للفقيه. هذا بمجال اختصاص الفقيه مو مجالي. النكتة اللي ركز عليها الفقيه. هسه عرفت شو الفرق ما بين تفسير الفقيه للآية القرآنية وكلام المفسر بالآية القرآنية؟ فما نقدر بعد احنا نخلي هذا الدرس مندرج تحت درس التفسير، لأن الفقيه بحكم أنه مطلع على موازين الاجتهاد وقواعد الاجتهاد وآليات الاجتهاد، راح يجيب هاي الآليات كلها ويسلطها على الآية القرآنية، وراح يستخرج بحسب فهم المعمق الأحكام الشرعية. يعني احنا عندنا حكم مثلا، حكم معين، كيف استطيع ان استنبط من الآية القرآنية القائلة يا آية بسم الله الرحمن الرحيم اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا؟ شلون استنبط من عدها وقت صلاة الفجر؟ المفسر ما يقدر يطلع لنا من عدها. ثانيا، كيف استطيع ان استنبط من هذه الآية هو شنو؟ عدم وجوب استيقاظ النائم. اذا اكو يمك نائم واجب عليك تقعد صلاة الفجر لو مو واجب؟ ماكو وجوب. شلون اقدر استنبط من الآية؟
أنا إذا أعطيها للمفسر ما يقدر يستنبط، هذا مو شغلي، لك مو شغلي. روح إلى شخص قادر على الاستنباط، روح للفقيه، روح للمجتهد. فإحنا إن شاء الله راح نطلع لكم هاي الآيات القرآنية، وراح نسلط هذه الأضواء على الآيات القرآنية، وشوفوا شلون طريقة الاستنباط. المفسر ما يقدر يجيبه، واضح؟ فهاي النكتة اللي المصنف شنو يركز عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يفسر كتاب الله حق تفسيره، والحمد لله رب العالمين.